أسرع هدية قابلتنا، أعلنا عنها المغرب العشاء كانت في إيد اللي كسبانين. إيه السرعة دي؟ السلامة يا بوحة، السلامة يا بوحة. لو أنت من المتابعين الأوفياء فهتكون شفت معنا من شهر بالظبط وإحنا بنعلن في فيديو عن جوزين حمام هدية للمتابعين، جزء هيكسبوا حد من على الفيس وجزء هيكسبوا حد من على اليوتيوب. أما بقى لو أنت مش من المتابعين الأوفياء وأول مرة تشوفنا فهتعرف القصة كاملة دلوقتي. في يوم من الأيام يا سيدي طلعنا وعملنا فيديو وقلنا إن في جوزين حمام هزاز هندي عاملينهم هدية للمتابعين وهم اللي قدامك في قلب الفيديو دول، وقلنا إن أكتر كومنت على الفيديو هيكون عليه رياكتات هو ده اللي هيكسب. يعني أنت بقى تخش تعمل منشن لحد من صحابك، تخش تعرف قرايبك، تعرف معارفك، المهم ان الكومنت بتاعك بعد اسبوع بالظبط من عرض الفيديو يكون مجمع اكبر عدد لايكات علشان تكون انت اللي ولكن كسير. حصل اللي ما كنتش متوقعه ولا عامل له حساب. بنتفاجئ ان معظم الكومنتات اصحابهم استخدموا البرامج لتزويد التفاعلات على الكومنتات بتاعتهم، فاصبح كده ان بالتالي ما ينفعش تقارن الكومنتات دي باي كومنتات عاديه. يعني ما ينفعش واحد يكون عمل منشن لاصحابه وخلى الناس كلها اللي تعرفه تخش تعمل لايك على الكومنت، وواحد تاني بكل سهوله كده بس دخل استخدم البرامج ديت وخلى الكومنت بتاعه هو اعلى كومنت في التفاعلات. فعلشان كده قعدت واحترت وقررت، وبعد ما فكرت اخترت القرار الصح اللي هننفذ بيه الخطه البديله علشان نفسد اللي هم عملوه ده. هنفتح بث مباشر وهنختار عشوائي من الكومنتات، وانا شايف ان ده افضل طريقه هتكون محدش يقدر يغش فيها، لان ببساطه كده الموضوع مش محتاج اي مجهود منك، الموضوع كله هيبقى معتمد على الحظ. احنا هنختار، بص من التليفون اللي معانا ده الكومنتات بتاعتكم هنا ايه، هنقعد بقى نجري كده عشوائي، يعني شويه بس كده على ما الناس تتجمع بس، وهنجري من هنا عشوائي. حبيبي انا داخل على خطوبه يا احمد، الراجل ده هو اللي يستحق الجوز الحمام. تسلم محسن حبيبي يا سلوم، والله تاخد الجوز تبيعه يا باشا وبالمصاريف تعمل الفرح وتجهز الشقه، واللي يفيد معاك بهب رضا البحراوي في الفرح، يا رب تكسب يا اسلام. ايه ده؟ عاوز احشي الحمام يا احمد. لا يا حاج عبده، الحمام دي مش للاكل، الحمام دوت للتربيه، ده حمام هزاز زينه. لا 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 لا، الناس داخله غلط ليه كده يا جدعان؟ تحشي الحمام؟ لا 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 لا. وبنستنى شويه لحد ما الناس تتجمع، وخلاص بقى جت اللحظه اللي هنعمل فيها السحب وهنشوف مين اللي هيكسب. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نقعد نطلع كده شويه وبعد كده ننزل كده شويه، ونطلع بقى كتير، نطلع كتير ونقوم نازلين برضو كتير. ده انا بص، ده انا هلف لفه كبيره قوي على ما نختار دلوقتي، اصبر عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، ركز معايا اهو، ركز معايا، كله في السحب عشان ما تقولش جبنا حد مثلا بالقصد او كده، كله بالسحب. اتفرج يا عم، كله كده ايه مش عارف ما بقفوا ليه، المفروض كتير، المفروض نمشي كتير، بس برضه هنقعد نطلع وننزل، نطلع وننزل. على فكره في برضه كومنتات عماله بتزيد دلوقتي فبتدخل معانا، هندخل الكومنتات الجديده دي معانا، ندخل الجديد تاني معانا، واطلع وانزل، اطلع وانزل، اطلع وانزل. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا جاهزين؟ جاهزين نوقف صبعنا على حد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده. مين ده بقى؟ محمد أيمن، كاتب الله المستعان، محمد أيمن. بص، محمد أيمن، مش عارف يا جاي هنا معكوسة ليه؟ محمد أيمن، شفت كده خلاص تمام. طيب محمد أيمن اعمل لي الوقت كومنت عشان بس اعرف اتواصل معاك. يا محمد يا أيمن، مش عارف البث بقى متأخر ولا لا. وبنتفاجئ هنا بقى ان محمد بيطلع من المنصورة، ايه الحلاوة دي وايه الحظ الحلو ده؟ ده مش بعيد يستلم النهاردة، ده طالع جنبي، يبقى الحمد لله اخرا حد يريحني من العلف بتاعهم. طب تعالى كده اما نخش على اللايف التاني، المفاجأة بقى في اللايف التاني كمان ان اللي بيكسب برضه بيطلع من المنصورة. لا ده كوسه بقى بصراحة، مش معايا؟ لا بقى ده كوسه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هنطلع 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 وننزل ننزل 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 شوية، ننزل ننزل ونطلع حبة حبة، كمان 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 كمان، وننزل كمان شوية 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 شوية، وهو ده اللي كسبان. ده مين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يوسف محمد، يوسف يوسف محمد يوسف. انت منين يا يوسف؟ واحنا من المنصورة، لو انت مش من المنصورة او من اي حتة ف لا والله. ده يوسف من المنصورة. طب ابعت لي اي رقم يا يوسف، طيب ابعت لي اي رقم عشان اعرف اتواصل معاك بيه.
ده كده الاتنين اللي كسبوا من المنصورة، انت فوق ايه يا جدعان؟ خلصنا السحب بتاعنا بعد المغرب بالظبط، ويا دوب كنا هنصلي المغرب ونخرج نسلمهم الحاجه، لان بعد ما قفلت اللايف بتاعي كلمتهم الاثنين ما كانش عندهم اي مشكله ان هم يستلموا حالا دلوقتي، الناس اللي جاهزه دي. طب خلاص ما فيش اي مشكله، هيريحونا من العلف. طيب خلاص تمام اتفقنا، واول حاجه هنبدا به هو يوسف. يوسف هنروح لمنطقه عندنا اسمها ميدان الشيخ حسنين. ميدان الشيخ حسنين ده هو اللي بيكون في سوق الحمام، ولكن بالنهار، احنا هنكون رايحين بالليل. طلعنا عندنا على السطح بقى، وكالعاده لان الفرد المتسول ده قاعد بره كده وسايب اخواته، وللاسف ده هتكون اخر مره نشوف فيها الفرد المتسول ديت، وده اخر مره هنشوف شويه الحمام اللي كانوا فرحانين دول. هما كانوا بيرفرفوا بجناحهم زي ما يكون قلبهم حاسس، بس خلاص احنا ادينا كلمه للناس ولازم ننفذها. وبعد ما ودعنا الحمام بتاعنا خلاص حطيناه في السلكه ونزلنا وجبنا المكنه الجامده بتاعتنا ونزلنا رحنا ميدان الشيخ حسنين. المشكله ان يوسف اتاخر عليا شويه، كل شويه كان بيكلمني ويقول لي بس معلش عشان الطريق زحمه. طول ما انا قاعد بقى، طبعا ده مكان السوق، فالناس فاكراني بقى شاب مجتهد وجاي على بيات من السوق. السوق المفروض بيبقى الصبح مثلا، بيبدا معاك من الساعه 6 او حاجه، فالناس فاكره بقى ان ده شاب مجتهد يعني، وراجل يعني راجل جاي من السوق بادئ من بالليل. فكل اللي رايح واللي جاي، بكام الجوز ده يا غالي؟ اقول له لا والله مش للبيع. يا غالي الجوز ده عامل والله يا غالي مش للبيع. الحمام ده عامل ايه يا جدعان؟ وربنا ما هو للبيع. انت فين يا عم يوسف؟ كلمت يوسف تاني وخلاص الحمد لله يوسف وصل وهيستلم الحاجه بتاعته. انا وبكده الحمد لله اول جزء اتسلم معانا، ولسه باقي جزء. الجزء التاني ده بقى هنروح له مكان عندنا في المنصوره اسمه شارع قناه السويس. شارع قناه السويس في ميدان الطياره عند المحافظه، ربنا يستر ونرجع بالمكان. دلوقتي تاني واحد معانا من المنصوره محمد ايمن، الحمد لله سبحان الله الاثنين جم معانا من المنصوره. نحط له نعمه من عند ربنا دخل الباب. ده اسرع اسرع حاجه، بس المنظر هو تسلم هو ما حصلش معايا. كده الحمد لله هنقدر ننام واحنا مرتاحين. انا بقالي شهر مقلق من يوم ما اعلنت عنهم، لان طالما انت اعلنت عنهم خلاص انت بقيت متحمل مسؤوليتهم، ودول يعتبر زي امان عندك. فالحمد لله النهارده خلصنا منهم. انتظروا معانا بقى الهدايا الجايه، واعمل لايك وشير كده واشتراك، واعمل فولو، واعمل بص اي حاجه بتتعمل اعملها لحد ما نعلن عن الهدايا الجايه ان شاء الله. دعواتكم معانا، سلام.